مرحبا، انا زهر. طبعا اليوم باليوسفاي بدنا نقدم لكم طبخة سورية. طبعا نحن مش اخصائيين طبخ ولا محترفين بالطبخ، ولكن كونوا في عنا شجرة عنب بالبيت فممكن نستغل شجرة العنب ونقطف ورق العنب ونروح دغري على المطبخ ونعمل الطبخة السورية اللي اسمها بالسوري اليبرق. طبعا هلا انا رح اقطع الورق، نقطعها تماما هيك. بعد ما قطعنا الورقات بنرتبهم طبعا حسب حجمهم ومنظمهم كلهم مثل ما هن، مثلا الكبير الصغير كذا، وبعدين بنغسلهم بالمي السخنة او بنحطهم بالمي السخنة على النار مدة 10 دقائق تقريبا. كيلو ورق عنب او ورق العنب، فنحن بحاجة لكيلو رز. صوص البندورة، نعناع الجاف، البصل، عصير الليمون، طبعا هذا اخر شيء بنستخدمه، زيت الزيتون والملح والثوم. طبعا هلا نحن بنغلي الورق عشان يصير طري، عشان لما بدنا نلف الورق بالرز فلازم يكون هو طري. طبعا نتركه تقريبا على النار. طبعا هلا رح نقوم بهرس الثوم. هلأ منقطع البصل، طبعا اكيد وقت تقطيع البصل رح يكون في دموع، بس اكيد دموع الفرح لناكل فيما بعد طبخة اليبرة. طبعا الرز، البصل صار هون جاهز، نعم، الثوم. طبعا كل ما حطيتي نعناع اكثر كل ما كان اطيب، والملح حسب الرغبه، وزيت الزيتون، صوص البندوره كمان حسب الرغبه. طبعا هلا حناخذ الورق وما بنحطها على الوش الناعم، بنحطها على الوش الخشن. بنحط الرز بما يتناسب مع حجم الورقة. على نار عالية تقريبا شي نصف ساعة، وبعد نص ساعة بنخفف النار تحتها. طبعا خلصنا طبختنا اليوم، وبتمنى انها تكون عجبتكم. انا زهر من لوسيفايد سي اتش اكو تيمتنا.